هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك حر جدا، لولا اني خايفه من فاتوره الكهرباء كنت فتحت التكييف. لا افتحيه يا حبيبتي، طبعا تكييف بريء من ارتفاع فاتوره الكهرباء. بجد يا حاتم؟ ازاي؟ بصي، قبل ما تفتحي التكييف في الاوضه تتاكدي انك قافله الابواب والشبابيك كويس جدا. صح، علشان الحراميه ما يدخلوش علينا ويسرقوا التكييف. حرميت ايه يا صفصف؟ حرميت ايه؟ الاجراء ده عشان التكييف يستهلك كهرباء اقل، ولازم درجة حرارة التكييف تكون عند درجة حرارة 24. بكده بقى التكييف ما يستهلكش كهرباء كتير. برافو عليك يا حاتم، بس الاحساس بالحر ده زاد قوي. عارف زمان واحنا صغيرين في بيوتنا القديمة ما كناش بنحس بالحر زي دلوقتي. ده له سبب على فكرة. ايه بقى؟ زمان كنا بنبني عمارات ارتفاع الدور الواحد 4.5 متر، فبتبقى طراوة. لما المهندسين الأوروبيين بقى جم مصر أوائل القرن العشرين، بقوا بيبنوا العمارات ارتفاع الدور فيها على 3 متر زي النظام الأوروبي عندهم، لأن عندهم الدنيا برد مش حر زينا. ده غير طبعا إن الفكرة دي بتكسب أكتر، بدل ما ابني العمارة 3 أدوار بالكتير ممكن أبني مكانهم 5 أدوار 6 أدوار. كلام سليم جدا. برافو عليك يا حاتم، أنت عبقري بتعرف في كل حاجة. يعني بس الواحد لو ياخد فرصته والله وسط الناس كنت أنيلهم كل أفكاري والله. رد على موبايلك يا حاتم. أوكي، ألو، مين معايا؟ بونجور أستاذ حاتم، معك ميمي من قناة اللي ما يشتري يتفرج. غريبة، أنت تعرفي قناة اسمها اللي ما يشتري يتفرج يا صفصف؟ لا مش عارفة نادي إيه، أنا لا بشتري شخصين ولا بتفرج. أستاذ حاتم، أنت لسه معايا على الخط؟ أيوة فندم طبعا معاك. يلا أروح فين يعني؟ بحسب أحسن تروح كده ولا كده، أنا مذيعة زي الشريك ما بحبش فريك. حضرتك تقصدي العكس يا أستاذة ميمي صح؟
بلاش ما تدقش، ده كلام إعلام. بقولك إيه يا أستاذ حاتم، أنا عندي هوا بالليل في برنامجي الأشهر في الوطن العربي، اسمه مع ميمي، عارفه؟ الحقيقة أنا لا أعرف البرنامج ولا أعرف ميمي شخصياً، بس أكيد هتعرفني النهاردة وهتعرف برنامجي. إحنا هنعمل معاك مداخلة تليفونية بالليل الساعة 9، ناخد رأيك في عدة موضوعات. تاخد رأينا؟ في أي موضوع يعني؟ في كل حاجة، سياسة، اقتصاد، رياضة، فن، كل حاجة كل حاجة. باي. مبروك مبروك يا حاتم. الله يبارك فيك. أكيد عارفه قيمتك وإنك بتعرف في كل حاجة كل حاجة كل حاجة. لازم تجهز نفسك من دلوقتي. والله فعلا أنا عندي موضوعات كتير جدا لازم أحضرها قبل ما أطلع المداخلة اللي على الهوا دي. تحت أمرك يا استهانم، أيتها خدمة. أنا عاوزاك تعدي على العمارة كلها شقة شقة وتقول لهم إن الأستاذ حاتم طالع مداخلة النهاردة. طالع مداخلة؟ آه. ربنا يتقبل إن شاء الله. يا ابني هو طالع إيه؟ طالع عمرة؟ ده طالع مداخلة في التلفزيون مع المذيعة ميمي. إيه مداخلة، وهيطبخ إيه في المداخلة دي يعني؟ يطبخ؟ ده هيتكلم في مشاكل الناس ويقدم لهم حلول. ايه ده؟ طب ما تأخذنيش يا استهانم، ممكن اقابل الاستاذ حاتم؟ هو حاتم فاضي قافل على نفسه اوضته وعمال يحضر الموضوعات اللي هيتكلم فيها والمشاكل اللي هيستعرضها ويقدم حلولها كمان. ايوه ما انا عارف، اصل يعني حاكم انا عندي مشكله عويصه قوي في البلد عندنا. اه؟ وعاوز الاستاذ حاتم يعرضها في البرنامج. وتطلع ايه المشكله دي؟ الحمار بتاعنا. اه؟ مش لاقي له عروسه. ما فيش حمارة عايزة تتجوزك منه حمار على جدي. آه، وانت بقى حضرتك عاوز حاتم يسيب مشاكل البلد والمنطقة والعالم ويدور لحمارك على عروسة تتجوزه؟ ايوه. امشي 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 من قدام يا جعفر، وقول للعمارة كلها ان البرنامج هيبدأ الساعة 9. حاضر يا استهانم. يعني هو الحمار ده ما عندوش طموح ومن حقه يتجوز ولا ايه؟ حاجة عجيبة، الناس مهمومة بالأحداث وده فكره مشغول انه يجوز حماره. هما الحمير اللي اتجوزوا قبل كده يعني استفادوا ايه؟ حاتم يلا اطلع يا حاتم، الساعة 9:15. معلش يا صفصف، معلش ناصلي، كان لازم اكتب كل الموضوعات اللي هتكلم فيها في المداخلة. عاوزك ترفع راسنا يا حاتم في البرنامج. برنامج؟ ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ اباي داي عشان اتفرج على المداخلة، ده انا نبهت على كل الشقق يتفرجوا على البرنامج. ست صفصف. نعم. قلت لسي حاتم يتكلم عن الحمار بتاعنا؟ حاتم يا ريت يا حبيبي تتكلم عن قضايا المرأة. ايوه، وتنوه في مداخلتك على كيفية الاتصال وتسجيل الشكاوي والطلبات بمكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة. ياريت تقول لهم رقم التليفون المختصر 15-1-15 والإيميل كمان. عامل حسابي صفصف لكل ده، ما تقلقيش، أنا كاتب رقم فاكس مكتب شكاوى المرأة، وكمان في رقم الواتساب وصفحة الفيسبوك. البرنامج بيبدأ 9. تفتكر يا صفصف هيتصلوا بيا 9:15 ولا 9:30؟ أكيد يا حبيبي على 9:30 عشان تكون المذيعة ميمي فرشت للموضوع. فرشت؟ آه. فرشت يعني إيه؟ تطلع مين دي اللي هتفرش الملاية لسحاتي؟ انزل. اهدى انزل على البوابة أحسن يا جعفر، عشان أنت بتعصبني بصراحة. السؤال اللي ما سألناهوش نفسنا، هم يعرفوني منين؟ ليه أنا اللي يعملوا معايا مداخلة عشان أتكلم في مشاكل العالم كله؟ إيه ده؟ دي ميمي بتتصل بيا بدري قوي، ده لسه البرنامج ما بدأش. رد عليها، يمكن عاوزة تتفق معاك على شوية حاجات قبل المداخلة. ألو؟ أهلاً أستاذة ميمي. بونسوار أستاذ حاتم. أهلا أستاذ ميمي، أنا جاهز بالموضوعات اللي هنتكلم فيها في المداخلة. بصراحة أنا أسفة جدا، I'm so sorry، حصل خطأ غير مقصود.
احنا كنا بندور على متحدث معانا خبير في الشؤون السياسية بنفس اسم حضرتك، فاتصلنا غلط بحضرتك على ان حضرتك المتحدث التاني. نعم. باي باي، نتقابل في مداخلة تانية غلط. يعني ايه؟ يعني غلط؟ في ايه يا حاتم؟ في ايه؟ دي بتقولي ان احنا اتصلنا بغلط، كانوا قاصدين واحد تاني اسمه حاتم برضو. يا خبر، دي العمارة كلها مستنية الحلقة. يعني ايه يا استهانم؟ يعني مفيش برنامج. مفيش برنامج؟ يا عيني على الحمار اللي اترفست كل احلامه. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود. يعني ما بقتش سامع، عايز طلباتك وبس، وما يهمكش اني اخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. احسبها بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميا صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف احمد الأصبي، اخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.